إلينا من أنقرة مراسل سكاي نيوز عربية محمد المشهراوي والمزيد عن هذه الزيارة وهذه المحادثة. تفضل محمد. هذه الزيارة تتم تحت عنوان تعميق العلاقات الثنائية وإصلاحها على مختلف المستويات. هذا ما أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهذا العنوان الذي وضعه أردوغان لهذه الزيارة. ونحن يعني نترقب وصول الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرزوغ خلال لحظات إلى أنقرة، حيث وصل أيضا قبل حوالي نصف ساعة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القصر الرئاسي في العاصمة التركية استعدادا لاستقبال الرئيس الإسرائيلي، حيث رفعت الأعلام الإسرائيلية والتركية جنبا إلى جنب وفق البروتوكولات المعهودة. وفور وصول الرئيس الإسرائيلي سوف يتوجه إلى النصب التذكاري وقبر مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، وبعدها ينتقل إلى حفل الاستقبال في القصر الرئاسي، ومن ثم يعقد اجتماع مطول قرابة حوالي 4 ساعات سوف يستمر هذا الاجتماع المرتقب بين الرئيس الإسرائيلي والرئيس أردوغان. وعلى الطاولة الكثير من الملفات الثنائية والإقليمية والدولية، ولعل من بينها أيضا ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، حيث كان اقتصاديا من ضمن الملفات المهمة والتي مهدت الطريق لاستعادة العلاقات بين تل أبيب وأنقرة هو ملف الغاز. ملف الغاز الذي بموجبه سيكون هناك اتفاقية تنقل تركيا من خلالها الغاز من إسرائيل عبر أراضيها إلى أوروبا، ولكن اليوم بات هذا الملف ربما أكثر إلحاحا وأكثر ضرورية على وقع الأزمة التي تشهدها أوروبا، ولا سيما فيما يتعلق بإمدادات الطاقة. في الملفات المتبادلة هنا الملف الاقتصادي أيضا حاضر بقوة على مستوى إعادة حركة السياحة وتنشيطها. تركيا تتطلع لعودة السياح الإسرائيليين بشكل طبيعي كما كان عليه الحال قبل أكثر من 10 سنوات، وهو من شأنه أن يدعم الاقتصاد المحلي هنا. شكرا لك محمد المشهراوي مراسل سكاي نيوز عربية من أنقرة.